في هذا المثال طلاب، ايش منطيني؟ منطيني الدايمتر اوتر مال السبرينج، ومنطيني الدايمتر سمول. شوف الدايمتر اوتر ناقص الدي سمول يساوي الدي كابيتال، لان احنا قلنا الدي كابيتال هو المين دايمتر. حتى نحسب السي نقسم الدي كابيتال على الدي سمول. هو ايش منطيني؟ منطيني الدايمتر سمول، منطيني دايمتر اوتر، ومنطيني تاو اللي هو الاجهاد المسلط، وجي اللي هو الرجيديتي. اخواني هاي الرجيديتي اذا ما منطيني اياها بالسؤال اقدر احسبها منين؟ من جداول، من الجداول يعطيني نوع قيمة الرجيديتي بجدول اي واحد واي اثنين. طبعا هنا أنا قلت لك الحمل ستاتيك ما يحتاج ان نحسب الكي دبليو، فدائما نشتغل على الكي اس ونطلع الاف. هاي الدبليو اقصد بيها الاف، نفسها الاف اللي اخذناها بالقانون قبل قليل، يعني الحمل المسلط. زين حسبنا الاف او الدبليو الحمل المسلط اللي هو مطلوب. الدلتا اللي يريدها بير نمبر اوف اكتيف كويل، دلتا على ان اي، هاي ان او ان اي نفس الشيء، فتطلع لك هاي القيمه. بعد ايش طالب من عندي؟ اذا دخلنا الكيرفيتشر يعني مكان الكي اس دخلنا كي دبليو، فنحسب الدلتا على ان اي. شوف تلاحظ الدلتا تكون اقل مما لو كانت شنو ما دخلنا تاثير الكيرفيتشر ستريس كونسنتريشن، يعني تكون هنا النتائج اكثر دقه. لكن شوف هذا الفرق القليل بالستاتيك لود يهمل، ما نحتاج هذا الفرق القليل. فلذلك ليش اقول لك دائما بالستاتيك لود نشتغل على الكي اس. هذا المثال منطين الحمل المسلط الخارجي اللي هو الدبليو او الاف احنا سميناه بالمعادله، ومنطين الدلتا والنمبر اوف تيرن عدد الدورات، ومنطين الرجيديتي. فيحسب التاو من قانون الكي دبليو هنا، لكن احنا بالامتحان حتى ابسطها عليكم بما انه الحمل ستاتيك ما يحتاج ان نروح للكي دبليو، احسبها من الكي اس اسهل لك بالحساب. وهنا مكان ما تدخل كي دبليو اللي هي هذه ندخل كي اس ونحسب التاو المطلوبه. نفس الشيء فيما يخص المثال اللي بعده، منطيني البريلود. شوف هنا منطيني بريلود يعني اف انيشال او دبليو انيشال، وش منطيني بعد؟ منطيني التاو، منطيني مجموعة متطلبات اللي هي هاي امامك، هذن الثلاث متطلبات. فيحسب التورشن شير ستراس من الاف انيشال اللي هي سميها تاو اي، لان اف بي اف اي او دبليو اي. ومثل ما قلت لك ما نحتاج ان نحسب للكي دبليو، نحسب للكي اس. لكن انا بما انه ماخذ من مصدر نقلته من مثل ما هو للامانه. السبرينج ريت اللي سميناه كي اللي قلنا يا اما جي دي على 8 سي تكعيب ان، لو نرجحها بدلاله الدي كابيتال يطلع لك الكي. الفورس ديو يلدينج يعني راح نستخدم تاو يلدينج بالموضوع حتى نطلع الفورس الاف او الدبليو ديو يلدينج. هو ايش منطيني؟ منطيني شير ستراس ديزاين. زين شير ستراس ديزاين يعني تاو يلدينج اللي من عندها راح اطلع اف يلدينج او دبليو يلدينج اللي هي هذه. المثال الاخر نفس الشيء اخوان، هاي تطبيق كلها نطبق تطبيق مباشر. فاريدك بالامتحان تخلي ببالك تحتاج معادله التاو اللي هي كي اس اذا كان حمل ستاتيك، او كي دبليو اذا كان حمل دايناميك، في 8 اف دي على باي دي تكعيب،
ومعادلة الدلتا ومعادلة الكي ستيفنس مع السبرينج، وبالأخير كلهن نفس، شوف كلهن نفس المعادلة أو نفس البروسيجر دا يشتغل بيهن. هذا المثال شوية أدك تنتبه له. A real wagon of mass يعني عربة قطار كتلتها 20 طن تتحرك بسرعة 2 متر على سكند، وقفناها بواسطة سبرنجات 2. دائما انتم شايفين العربة مال القطار بالنهايتين اكو سبرنجات تستخدم حتى توقف العربة، مطيك كل سبرنج الدايمتر مالته 300 مليم. طبعا هاي 300 هي دي كابيتال، ذا ماكسيمم ديفليكشن مطينا اياه 250 والاوبل شير ستراس 600. اريد نصمم، من اقول لك صمم يعني تحسب لي الدايمنشن مال السبرنج اللي هي دي كابيتال والدي سمول الى اخره. فالدي سمول هو الدايمتر مال الواير، الكينماتيك الانيرجي هي نصف الكتله في سرعه تربيع، هاي الطاقه الحركيه اللي احنا ماخذيها، الطاقه الحركيه هي نصف الكتله في السرعه تربيع. الكتله مطنياها والسرعه تربيع مطنياها، زين هذه الطاقه هي مو نفسها الطاقه اذا حولناها الى طاقه كامنه بالسبرينج، الطاقة المخزونة بالسبرنج اللي هي نصف ال W في الدلتا، لكن بما انه سبرنجات 2 نضربها في 2، فنصف ال W في الدلتا في 2، النص تروح ويا ال 2 تبقى W في دلتا، هاي الطاقة الكاملة وين؟ بالسبرنج الواحد، ويساوي W في 250. حتى شو نطلع؟ نطلع القوة المسلطة على كل سبرنج اللي هي ال W او ال F، هاي القوة المسلطة على كل سبرنج. فحتى اروح اطلع التاو، معادلة التاو اللي هي ما نقدر ما نحتاج نستخدم هاي المعادلة اخوان، يعني هاي المعادلة انا جبتها من المصدر، نروح لمعادلة التاو اللي ايش تقول معادلة التاو؟ معادلة التاو تقول ال 8 اف في الدي كابيتال على باي دي تكعيب سمول في الكي اس. زين الدبليو احنا حسبناه المسلط على السبرينج، والتاو انا عندي بالسؤال اللي هو 600، اطلع دي سمول هذا الدايمنشن الاول اللي هو دي دايمتر اوف فاير، نمبر اوف تيرن اطلعها. طبعا انا عندي دي سمول عندي في حالة انه الدي كابيتال انا عندي 300 مطنياه بالسؤال، اذا الدي كابيتال بالسؤال ما منطيني اياه اخوان، هنا أنا اكو عندي بالسي السي الاندكس اللي يساوي دي كابيتال على الدي سمول اللي هي قلنا عليها ثابت او معامل السبرينج اندكس اوف سبرينج، سبرينج اندكس هذا قيمته تتراوح بين الاربعه وال12، يعني لا يكون اقل من 4 ولا يكون اكبر من 12. فدائما اذا ما منطيني الدي والسي اثنيناتهم مجهولات او نريد نحسب واحد من عندهم، فاذا ما نقدر كل شيء يقفل قدامنا بالسؤال نقدر نفرض السي، نفرض قيمه ما بين 4 و12 وليكن 8، نكتب نفرض السي يساوي مثلا 8 او نفرض السي يساوي 6. فهنا بما انه احنا الدي سمول طلعناه والدي كابيتال عندي نقدر نخرج السي مباشره، لكن انا قلت لك ما نقدر نستخرجها، نقدر نفرض السي بين الاربعه وال12. هنا بالدلتا اللي هو الديفليكشن مال سبرينج حسبنا النمبر اوف اكتيف كويل ان اي اللي هو ان سمول مسميها، اما الان تي فهمات ما منطينا نوع التثبيت النهايات، احنا فرضناه سكويرد اند جراوند اند، وهي هاي دائما هذا نوع التثبيت يستخدموه بالاجزاء الميكانيكيه بالتثبيت السبرينج الميكانيكي حتى نطلع ان تي هو الان اي زائد 2 مثل ما شفنا.
بالسابق. الفري لينث هو الالتي في الدي سمول زائدا دلتا اللي هي قلنا وركينج سبرينج زائدا واي كلاش. هاي واي وركينج، هذا واي كلاش. الواي وركينج هو نفس الدلتا اللي معطيناه بالسؤال ال 250، بينما الواي كلاش قلنا من 15 الى 25% من الواي وركينج، بما انه ما معطينا اي قيمه من هاي النسبه فاحنا نقدر ناخذ 0.15، نقدر ناخذ 0.2، نقدر ناخذ 0.25، لكن لازم من 15% الى 25%. الواي انيشال او الدلتا انيشال ما منطيني بريلود، فافرض الدلتا انيشال صفر، ما عندي دلتا انيشال. البيتش مثل ما شفناها قبل قليل هو الفري لينث على الانتي ناقصا واحد. اخوان بس بالنمبر اوف تيرن، شوي اريد اوقف عند هاي النقطه، النمبر اوف تيرن عدد الدورات سواء كان ان اي ولا انتي. الان اي شوف هنا ايش طلع لي 7.88 قريبه للثمانية، اخذها 8. دائما عدد دورات السبرينج، عدد لفات السبرينج ما تكون عدد بها اعشار، دائما عدد صحيح. فدائما العدد اللي يطلع لي اقربه الى اقرب درجه عشريه. اذا كان 7.2 ابقي 7، اذا كان 7.88 اسوي 8. حتى بالاخير النمبر اوف تيرن التوتال تطلع لي عدد صحيح 10، لازم ما يطلع لي عدد كسري. واضح؟ اذا كان الحمل دايناميك، اذا كان الحمل مسلط حمل دايناميك، تعرفون الحمل الدايناميك شنو؟ يعني عندي اف ماكسيمم واف مينيمم، او هنا مسميها بي ماكسيمم او بي مينيمم، نفس الشيء. اذا قلنا اف ماكسيمم واف مينيمم او بي ماكسيمم او بي مينيمم، فالبي مين البي او الاف مين هو نصف البي ماكسيمم زائد البي مينيمم، والبي الترناتيف هو النصف البي ماكسيمم ناقصا بي مينيمم. من عندها اطلع التاو مين. شوف التاو مين ايش قلت لكم بالسابق، التاو مين هو الجزء الستاتيك من الحمل الدايناميك. فش استخدمنا؟ استخدمنا كي اس باعتبار هذا هو جزء ستاتيك، لكن التاو الترناتيف هو الجزء الدايناميك من الحمل الديناميكي، فش استخدمنا به كي دبليو. لذلك لو نرجع للسابق بالستاتيك لود عاملنا الحمل كي اس، يعني حتى بالتاو انيشال، قلت لك بالتاو انيشال ايش قلت لك؟ نستخدم كي اس لان هو جزء او حمل دا استاتيكي. فقط التاو الترناتيف انعامله بالتاو بالكي دبليو لان هو جزء الحمل، جزء من الحمل الديناميكي. زين، فمن عندها اكو اشتقاق للسيفتي فاكتور للسبرينج اذا كان حسب الجودمان، فتكون هاي المعادله. شو تكون هاي المعادله؟ شو نساوي؟ شوف المعادله شويه خل ركز بيها، تختلف عن باقي المعادلات السابقه. هذا هو السيفتي فاكتور للدايناميك لود بالسبرينج على اساس الجودمان. شوف هذا اس اس بي يعني الاجهاد او الستريس الانديورنس ليميت بالسبرينج. هسه راح نشوف شنو معادلته. افتح قوس الاس التيميت شير سيجما التيميت شير يعني تاو التيميت اللي اخذناها قبل قليل قلت لك 0.67 من التاو التيميت ناقصا التاو اي. التاو اي اللي هو كي اس في 8 اف اي في الدي كابيتال على الباي دي سمول تكعيب. وقلت لك اذا ما عندي اف اي هذا الحد يعتبر صفر. وعلى اس اس بي قلنا هو الانديورنس ليميت مال سبرنج راح نشوفه شنو هو في افتح قوس التاو مين اللي هو هذا هو التاو مين ناقص التاو اي زائد التاو التيميت اللي هو سميناه اس يو اس. طبعا هذا اس يو اس حسب المصادر يسموه اس يو اس، يعني هو اقصد بي تاو التيميت او سيجما التيميت بالشير اللي قلنا 0.67 في التاو الترناتيف اللي هو هذا التاو الترناتيف. هسه هذا الاس اس بي اللي هو الانديورنس ليميت مال سبرينج اللي هو فوق موجود وجوا موجود، شو يساوي؟ في بعض المصادر يطوب 0.7 او 7، في بعض المصادر يطوب 0.5، احنا على اكثر ناخذ 0.7 او 7 في الاس اي انديورنس ليميت بالشير في الاس يو اس على اس يو اس ناقصا 0.7
O7 في ال SES. هسه احنا عرفنا الانديورنس ليمت مال سبرنج شو يساوي، هاي معادلتي. هسه نجي هاي المعادله نفسرها شلون. ال S Ultimate S يعني التاو شير بالالتيميت، تاو التيميت اللي هو 0.65 من التاو التيميت. اما ال SE او ال SES نفسيتها هذه اللي هي الانديورنس ليمت اللي هي اخذناها بالسابق، سي لود، سي سايز، سي تمبرشر، سي ريلايبلتي، سي سيرفيس، في ال 0.5 من السيجما التيميت من ال SSE. ها يعني 0.5 في 0.55 في سيجما التيميت. ارجع لها، اخذناها بالسابق بالفتيك لود، قلنا اذا اس اي الانديورنس ليمت اللي هي سي لود، سي سايز، سي تمبرشر، سي ريلايبلتي، سي سيرفيس، في ال 0.5 سيجما التيميت. اذا اس اس اي اللي هي انديورنس ليمت بالشير، فنضرب هذا الاس اي في ال 0.5. واضح اخوان؟ بس هذا الاس اس اي سويها اس اي، هاي الاخيره اس اس اي، بس اس اي. هنا مثال منطيك اياه، منطيك اف اف ماكسيمم او دبليو مسميه دبليو ماكسيمم، واف مينيمم او دبليو مينيمم، ومعطيك باقي الابعاد او معطيك باقي الدايمنشن حتى تحسب. شوف التاو مين نحسبها في الكي اس، والتاو فاريبل او التاو الترناتيف نحسبها في الكي دبليو. لكن هنا هاي المعادلة اخوان هي نفس المعادلة السابقة. شوف هاي ناش مشتغل تاو يلد، هنا نشتغل احنا اشتغلنا تاو التيميت، هذا هنا تاو التيميت، التاو التيميت حسب جودمان، لكن اذا تاو يلد حسب السودر بيرج. نفس المعادلة هنا بالسؤال التاو اي يساوي صفر، فانت بس من تحل هذا المعادلة مشتغلها بالمصدر تقدر ترجع للمعادله اللي هسه انا قبل قليل رجعتك الها. لكن بدل ما تستخدم التاو التيميت استخدم التاو ييلدينج حسب سودربيرج، او تقدر تستخدم التاو التيميت ما عندنا مشكله. لكن هسه تقول لي وين التاو اي شو ما موجود بالمعادله، اقول لك التاو اي صفر لان الاف اي ما منطنا اياها. يعني ملاحظه شويه من تحل السؤال اخوان، يعني شويه حيكون عندك اكثر تركيز، لان انا حل المساله ده اجيبه من مصدر، فشوية المصادر تعرف كل مصدر يشتغل بطريقته. لكن انا اريد انقل لك فد فكرة، انقل لك فد عملية طريقة شلون نصمم. احنا مو بالضرورة ان نشتغل على نفس القوانين هذني، نشتغل على القوانين مالتنا مال المحاضرة. يعني هاي القانون ما موجود بالمحاضرة، ليش؟ لان هو هنا أنا مشتغلة باشتقاق معين، لكن بالنتيجة نفس النتيجة راح يوصلني. وهنا أنا يشتغل يطلع لك الدايمتر مال سبرينج و نمبر اوف تيرن. شوفوا نفس الشيء هنا بالسؤال منطين السي 6، لو ما منطنيها اقدر افرضها اني فرضها 8 7 6، المهم بين ال 4 وال 12. هنا اذا كان عندي السبرينج مجموعه سبرنجات مربوطه على التوالي، فالدلتا هو الدلتا 1 زائد الدلتا 2، لكن اللود متساوي. ف الدلتا الكلية على الكي الكلي يساوي دلتا واحد اللي هو الدبليو على الكي واحد زائد دلتا اثنين اللي هو الدبليو على كي اثنين. بالاخير الكي الاكوفيلنت سبرينج ستيفنس يساوي واحد على كي واحد زائد واحد على كي اثنين. اما اذا كان بارل فتكون الكي النهائية هو كي واحد زائد كي اثنين. هذن الاشتقاقات اخوان ما اخذيها كل السهلة. اذا كان عندي سبرنجات اثنين واحد بداخل الاخر، حتى نزيد من عملية الاسناد نحتاج الى اسناد عالي، القوة تكون الخارجية كبيرة. فش نخلي؟ نخلي سبرنج بداخل سبرنج، لكن الدفلكشن هو نفس الدفلكشن، بس الدايمنشن مال كل واحد مختلف. فمثل ما تشوف اللود الخارجي هو حاصل جمع اللود الاول زائد اللود الثاني، لكن كديفلكشن كشير ستراس هو نفس الشير ستراس. فاذا الاحمال الخارجيه نقدر نتعامل وياها بهاي الاشتقاقات. هذا اخوان اشتقاق، انا ليش اريد تقروا انتم؟ لان انا هذا من 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 اشرحه اريدك انت تكون منتبه له، انه
انا ايش عندي دائما الدفليكشن متساوي، لان هنا نفس الدفليكشن راح ينزلن ونفس القوه الخارجيه راح يتحمل لها. شلون ما تعاملنا بالسبرينج بالمقاومه بالثاني نفس الشيء. انا بعطيك مثال تطبيق مباشر على اليمن على السبرنجات اذا كان كومبوزيت. الكومبوزيت قلت لك دائما اقول لك كومبوز سبرينجز، يعني سبرينج داخل سبرينج. انا اخوان حطيت لكم هاي القوانين تحتاجوها قد، ودائما احنا نستخدمها. شوف نستخدم دائما اليو الواي العفو الديفليكشن الواي او نسميناه دلتا، ونحتاج الكي اللي هي ستيفنس ثابت السبرينج، ونحتاج طبعا الكي اذا كان قوه وحده هو هذا القانون. اذا كان قوتين وحده قوه الماكسيمم والاف اي الانيشال، فنقدر نطرح واحده من الاخ. التاو قلت لك اذا كان ثابت اذا كان ستاتيك لود نستخدم كي اس، واذا كان دايناميك لود نستخدم كي دبليو. والاس اي اللي هو هذا، طبعا هذا اخوان انا خليت بوينت 5 دا ابين لكم اكو مصادر يشتغلون بوينت 5 اكو مصادر يشتغلون بوينت 7 او 7. احنا دائما نشتغل على البوينت 7 او 7، لكن هاي احب ان اراويك المصادر ايش تشتغل. وبالاخير السيفتي فاكتور فور ستاتيك لود اللي هو تاو ييلدينج على التاو ماكسيمم، والسيفتي فاكتور بالدايناميك لود اللي اخذناه قبل قليل. حطيت لكم مثالين شوفوا تقدرون تحلوهن، واذا عندكم اي اشكال تناقشوا بيهن وياي. بالنسبة اخوان للجدول، الجدول اللي احنا تعلمنا نستخدمه، الجدول يعني ايش بيه جدول؟ الجدول بيه معادلة السيجما التيميت اللي اخذناها اللي يساوي اي دي اس بي. انا هاي ما راح تحتاجوها لان عندكم بالمحاضرة، والمحاضرة راح تكون بالامتحان مفتوحة امامك. نفس الشيء حاط لكم في نهاية الجدول حاط لكم مجموعة قوانين صفحة 32، حاط لكم بصفحة 32 هنا أنا هذا قانون الولدنج اخذناه سابق ونحتاج هنا قانون السبرينج. شوف هاي الواي او الدلتا اوميجا ان اف ان هذن اللي اخذناهن اللي نحتاجهن. الاف كريتيكال قلت لكم اف كريتيكال هو الكي في الكي بي في ال الدبليو، و قلت لكم يعتمد على نوع التثبيت. هنا اشتقاق مباشر، فاذا كان فيكسد فري اند، اذا كان بند بند اند، اذا كان كلامد كلامد اند، تستخدمون هذا الاف كريتيكال مباشره. يعني الاي اكوفيلنت هو هذا الاي اكوفيلنت. اذا ما منطيك نوع التثبيت لا هو بند بند لا هو كلامد كلامد لا هو كلامد كلامد وذاوت رسترين، تفرض اي وحده من التثبيت وتستخرج اف كريتيكال. التاو ماكسيمم قلت لك اذا كان ستاتيك نطلع باستخدام كي اس، واذا كان دايناميك باستخدام الكي دبليو، وهذا هو الان اف ستات دايناميك لود سيفتي فاكتور جودمان، وهذا سودربيرج. وقلت لكم التاو اي مو بالضروره دائما موجوده، اذا ما موجوده اف اي يعني التاو اي صفر. الاس اي اللي هو موجود هنا انا قلت لكم يساوي بوينت 7 او 7 مثل ما اخذناه، هو الاس اي التاو اي كوركشن اللي هي السي لو سي ساي سي ريلابيلتي في البوينت 5 5 في البوينت 5 من السيجما التيميت، اما التاو التيميت اللي هي بوينت 6 7 من السيجما التيميت. هاي القوانين تقدرون تستخدموها بالامتحان بسرعه تسهل عليكم العمليه بدون ما تروح تقلب بالمحاضره اثناء الامتحان وشويه ارباك يصير، لان يعني المحاضره بها هواي معلومات. هاي القوانين تقدرون تستخدموها بالامتحان راسا مباشره. انا اشكركم.